بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأبناء الأحباء الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تناولنا البارحة درس الأفعال الخمسة، اليوم نتابع هذا الدرس بإعراب الأفعال الخمسة. عرفنا البارحة أن الأفعال الخمسة كل فعل مضارع اتصل بآخره ألف الإثنان أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، يكتب، يكتبان، تكتبان، يكتبون، تكتبون، تكتبين، يدرس، يدرسان، تدرسان، يدرسون، تدرسين، وهكذا. يعني ممكن كل فعل مضارع تتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة يكون من الأفعال الخمسة، يكون من الأفعال الخمسة. اليوم نتناول إعراب الأفعال الخمسة أبنائي. إعراب الأفعال الخمسة كما ترى على السبورة هذا الجدول الذي لدينا، نقول في حالة الرفع، نقول في حالة الرفع المجدان يجيدان استخدام الحاسوب، أنتما تجيدان استخدام الحاسوب، المجدون يجيدون استخدام الحاسوب، أنتم تجيدون استخدام الحاسوب، أنت تجيدين استخدام الحاسوب. انظر إلى هذه الكلمات التي تحتها خط، انظر إليها، يجيدان، تجيدان، يجيدون، تجيدون، تجيدين. هنا يجيدان للغائبين، هنا للمخاطبين، هنا للغائبين، هنا للمخاطبين، هنا للمخاطبة المؤنثة، للمخاطبة المؤنثة. ما نوع هذه الأفعال؟ هذه أفعال خمسة. لماذا هذه؟ يعني ليه؟ يعني كيف عرفت أنها من الأفعال الخمسة؟ لأنها اتصلت به ألف الاثنين، اتصلت بها واو الجماعة، اتصلت بها ياء المخاطبة. نعم، جميل جدا. لكن تأمل هذه الكلمات، تأمل هذه الكلمات التي تحتها خط، ما حالة إعرابها؟ ما حالة إعرابها؟ انظر إليها، هل سبقها ناصب؟ هل سبقها جازم؟ لا، لم يسبقها لا ناصب ولا جازم. تناولنا نحن سابقا في إعراب الفعل المضارع، الفعل المضارع إذا لم تسبقه أداة من أدوات النصب أو أداة من أدوات الجزم، ما حالة إعرابه؟ الرفع. نعم، صحيح، الرفع. انظر انه هذه الافعال في حاله رفع. كيف عرفنا انها في حاله رفع؟ لانه لم يسبقها لا ناصب ولا جازم، لم يسبقها لا ناصب ولا جازم. نقول المجدان يجيدان، يجيدان فعل مضارع مرفوع، فعل مضارع مرفوع. طيب، ما علامه الرفع؟ ما علامه الرفع؟ أو يعني سبق وقلت ما حالة الرفع؟ الضم. حالة الرفع الضم. طيب، ما علامة الضم؟ يعني ما علامة الضم الأصلية؟ الضمة. أين الضمة؟ أين الضمة؟ علامة الرفع الأصلية الضمة، ولكن هنا يرفع بعلامة فرعية، بعلامة فرعية. ما هي هذه العلامة الفرعية كما تراها؟ ثبوت النون، ثبوت النون. فالفعل المضارع إذا لم يسبقه لا ناصب ولا جازم، وإذا كان من الأفعال الخمسة، يرفع ما علامة رفعه؟ ثبوت النون، ثبوت النون. ثبوت النون هنا علامة رفع فرعية، علامة رفع فرعية وليست الأصلية. الأصلية علامة الرفع الأصلية وهي الضمة.
الآن تناولنا الحقل الأول الذي يمثل حالة الرفع، التي يمثل حالة الرفع. انظر حالة الرفع. ننتقل إلى الحقل الثاني، ننتقل إلى الحقل الثاني. الكسولان لن يجيدا استخدام الحاسوب، أنتما لن تجيدا استخدام الحاسوب، الكسولون لن يجيدوا استخدام الحاسوب، أنتم لن تجيدوا استخدام الحاسوب، أنت لن تجيدي استخدام الحاسوب. انظر، تأمل الكلمات التي تحتها خط، دقق النظر. نعم، لن يجيدا، لن تجيدا، لن يجيدوا، لن تجيدوا، لن تجيدي، لن تجيدي. انظر إليها، دقق النظر. هنا ماذا سبق الفعل من الأفعال الخمسة؟ ماذا سبق في هذه الأفعال الخمسة؟ ماذا سبق الفعل؟ سبقه لن، ولن من أدوات النصب أم الجزم؟ لا، أدوات النصب. من منكم يذكر لي أدوات النصب؟ يلا هيا فكر، اسبقني. أن، لن، لام التعليل، كي. هذه أدوات النصب التي تناولناها وعرفناها أبنائي الأحبة. الكسولان لن يجيدا، لن فسبقتها إحدى أدوات النصب. ما حالة إعراب هذه الأفعال؟ ما حالة إعراب هذه الأفعال؟ النصب، صحيح، النصب. ما علامة النصب الأصلية؟ ما علامة النصب الأصلية؟ نعم، ما علامة النصب الأصلية؟ الفتحة. أين الفتحة؟ انظر، أين الفتحة؟ لن تجد، وإنما هنا تنصب بعلامة فرعية، بعلامة فرعية. ما هي هذه العلامة الفرعية؟ أنت تعرفها الآن. قارن بين حالة الرفع وحالة النصب، انظر، بين حالة الرفع وحالة النصب، ماذا حدث؟ ماذا حدث في الأفعال الخمسة في الحقل الثاني؟ ماذا حدث؟ حذف النون. أحسنتم، حذف النون. فإذا العلامة الفرعية التي نصب بها أو نصبت بها الأفعال الخمسة هي حذف النون، حذف النون. فإذا ينصب أو تنصب الأفعال الخمسة، تنصب الأفعال الخمسة كما ترى يا شباب بعلامة فرعية وهي حذف النون، حذف النون. انظر، حذف النون، حذفت النون. فإذا يعني يا أبنائي كما ترى أن بدلا من الحالة العلامة الأصلية وهي الفتحة، لا، نصب بعلامة فرعية وهي حذف النون. ننتقل معا إلى الحقل الثالث، ننتقل معا إلى الحقل الثالث. اقرأ معي، المهملان لم يجيدا استخدام الحاسوب، أنتما لم تجيدا استخدام الحاسوب، المهملون لم يجيدوا استخدام الحاسوب، أنتم لم تجيدوا استخدام الحاسوب، أنت لم تجيدي استخدام الحاسوب. جميل جدا، انظر إلى الكلمات التي تحتها خط ودقق النظر، دقق، انظر إليها. لم يجيدا، لم تجيدا، لم يجيدوا، لم تجيدوا، لم تجيدي. السؤال، ما حالة إعراب هذه الأفعال؟ ما حالة إعراب هذه الأفعال؟ نعم، إعراب هذه الأفعال كما ترى انظر إليها، الجزم. كيف عرفت أنها مجزومة؟ كيف عرفنا أنها مجزومة؟ لأنها سبقت بإحدى أدوات الجزم، أدوات الجزم، لم من أدوات الجزم. من منكم يذكر لي أدوات الجزم؟ نعم، سبقني. لم، لما، لام الأمر، لام لا الناهية. فإذا هذه هي أدوات الجزم، هذه هي أدوات الجزم، هذه هي أدوات الجزم. أبنائي الأحبة، كما ترى على السبورة، إذا هنا ما علامة، ما علامة الجزم الأصلية؟ ما علامة الجزم الأصلية؟ السكون. لكن هنا جزم
بعلامة فرعية. ما هي العلامة الفرعية؟ عندما تقارن بينها وبين حالة الرفع انظر، فإذا نعم حذفت النون، حذفت النون، فعند ذلك نقول تجزم الأفعال الخمسة في حالة الجزم على حذف النون، تجزم على حذف النون. بهذا أبنائي الأحبة يعني استكملنا يعني درس إعراب الأفعال الخمسة، والقاعدة الآن نستخلصها، ترفع الأفعال الخمسة بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون. نعيد مرة ثانية، ترفع الأفعال الخمسة بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. يعني الآن تعالوا بنا إلى بعض التدريبات لنمكن أنفسنا شباب من هذا الدرس، مكن أنفسنا من هذا الدرس. انظر السؤال الأول يقول عين الأفعال الخمسة وحالة إعراب كل منها، عين الأفعال الخمسة وحالة إعراب كل منها. انظر يا شباب قوله تعالى فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، أين الأفعال الخمسة؟ أين الفعل الأفعال الخمسة؟ نعم لا تخافي ولا تحزني، هذا فعل لا تخافي، هذا إيش؟ يعني فعل من أفعال الخمسة، يعني اتصلت به ياء المخاطبة. ولكن طيب ما حالة إعرابه؟ الجزم، لأنه سبقته لا الناهية، سبقته لا الناهية، وهنا كذلك سبقته لا الناهية. يظنون بالله غير الحق، يظنون بالله غير الحق، أين الفعل من الأفعال الخمسة؟ نعم يظنون، هذا فعل من الأفعال الخمسة، لكن هل سبقه ناصب؟ هل سبقه جازم؟ لا، إنما هو مرفوع. كيف مرفوع؟ لأنه لم يسبقه لا ناصب ولا جازم، وهي ثبوت النون، ثبوت النون. ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، في قوله تعالى يحبون فعل من الأفعال الخمسة مرفوع، مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنه لم يسبقه لا ناصب ولا جازم. أن يحمدوا منصوب لأنه سبقته أن، سبقته أن منصوب مع علامة النصب حذف النون. لم يفعلوا مجزوم لأنه سبقت إحدى أدوات الجزم، فهنا مجزوم بحذف النون. لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، هنا الفعل الأفعال الخمسة لا تخافا، لا تخافا، نعم من الأفعال الخمسة. ما حالة إعرابه؟ الجزم، ماذا سبقه من أدوات الجزم؟ لا الناهية، فتخافا مجزوم وعلامة جزمه حذف النون. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، لم تفعلوا نعم من الأفعال الخمسة، ما حالة إعراب هذا الفعل؟ مجزوم مع علامة جزمه حذف النون. ولن تفعلوا كذلك منصوب، لكن هنا منصوب مع علامة النصب حذف النون. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، هنا لن تنالوا فعل منصوب سبقته إحدى أدوات النصب ما علامة النصب حذف النون. حتى تنفقوا أسرع معايا تابعني، حتى من أدوات النصب، تنفقوا فعل منصوب وعلامة نصبه حذف النون. مما تحبون، تحبون فعل مضارع من الأفعال الخمسة لم يسبقه لا ناصب ولا جازم مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، علامة رفعه ثبوت النون. تعالوا إلى المثال الثاني، المثال الثاني، ما الفرق بين الواو والنون في الفعلين؟ النساء يعفون، الرجال يعفون، النساء يعفون، الرجال يعفون، هل يصح ذلك؟ هنا الواو، الواو واو أصلية، يعفو، يرجو، يسمو، يدعو، هنا لكن هنا انظر إليها، هنا هذا الواو واو أصلية، واو أصلية. طب النون هي نون النسوة، نون النسوة، فالنساء يعفون، النساء يعفون، النساء يدعون، النساء يسمون، فهذه إيش؟ الواو واو أصلية، أصلية بالفعل، يعني مثل يكتبنا، الباء هي حرف من حروف ك،
كتب. فهنا كذلك الواو هنا حرف من حروف عفا يعفو، فهنا يعفون واو أصلية، والنون هنا نون النسوة ليس فيها. هل من الأفعال الخمسة؟ لا، ليست من الأفعال الخمسة. الرجال يعفون، هنا واو الجماعة، هنا واو الجماعة. الرجال يعفون، الرجال يعفون، هنا هذه واو الجماعة. فإذا أبناء الأحبة يعفون، هنا هذا فعل مضارع اتصلت به واو الجماعة، فإذا من الأفعال الخمسة هنا في حالة رفع، لأنه لم يسبقه لا ناصب ولا جازم، فهنا مرفوع وحالة رفعه ثبوت النون، ثبوت النون. التمرين الثالث، أنت تكتب الدرس، خاطب بهذه العبارة المؤنثة معايا، أنت تكتبين الدرس، صحيح؟ أنت تكتبين الدرس. المثنى، مثنى أنت، أنتما تكتبان الدرس، جميل جدا. الجمع، أنتم تكتبون الدرس، أنتم تكتبون الدرس، جميل يا شباب. هذا التمرين يعني لابد أبنائي الأحبة كل واحد منا لابد يعني يكون بحسب الذي قبله أن يوافقه في التذكير أو التأنيث، في التثنية، في الجمع، يوافق هذا. حتى لا يصح أن نقول أنتما تكتب الدرس، لا، وإنما أنتما تكتبان الدرس، فالتحقت به ألف الاثنين، ألف الاثنين. وكذلك في الجمع، أنتم تكتبون، لا يصح أن نقول أنتم تكتب الدرس، وإنما يوافق الذي قبله، يوافق الكلمة أو يوافق الاسم الذي قبله. فهنا أبنائي الأحبة كما عودناكم في التمرين الأخير، قال الشاعر أبنائي الأحبة اقرأوا معي، لا تحسبوا نأيكم عنا يغيرنا، إن طالما غير النأي المحبين. أعيد تاني، لا تحسبوا النأي عنا يغيرنا، إن طالما غير النأي المحبين. انظر إلى البيت، اقرأه، هات من البيت كلمة بمعنى ابتعادكم نأيكم، صحيح. هات من الكلمة، هات كلمة من البيت بمعنى يبدلنا يغيرنا، صحيح. هات كلمة من البيت تدل على البعد، صحيح. النأي، جميل جدا. ما الفكرة العامة في هذا البيت؟ لا تحسبوا نأيكم عنا يغيرنا، إن طالما غير النأي المحبين. لا، وإنما الفكرة العامة لهذا البيت، إذا وقع الحب يا أبنائي في قلوب المحبين لا يتغير ولا يتبدل، لا يتغير ولا يتبدل. حبكم ثابت في قلوبنا، حبكم ثابت في قلوبنا. جميل ما جاء به الشاعر. لكن هناك أبنائي الأحبة، قبل أن نختم، هناك لدينا في البيت فعل من الأفعال الخمسة. أين هذا الفعل من الأفعال الخمسة؟ لا تحسبوا. نعم، تحسبوا فعل من الأفعال الخمسة. كيف عرفت؟ لأنه اتصلت به واو الجماعة، جميل جدا. ما حالة إعرابه؟ الجزم. كيف عرفت؟ لأنه سبقته إحدى أدوات الجزم، لا النهية. لا تحسبوا عند ذلك. ما حالة إعراب جزمه؟ السكون؟ لا، وإنما هناك علامة فرعية تناولناها وذكرناها في الأمثلة، أنها حذف النون. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير، ونتمنى لكم النجاح والتوفيق، وشكرا لكم.